نسبيا ونخالف الشيخ سامير حوار. نحترم رايك. تفضل. أكيد. أنت الشيخ سامير تقول بأنه اللاعب السبب الأول اللي خليه يحترف مثلا في الدوري البحريني والكويتي والسعودي والإماراتي أي دوري هو سبب مادي أول. سامير يحكي عن الناحية التنظيمية، يحكي أنه اللاعب يلقى راحته من ناحية يعني من ناحية كل شيء. راحة البال، من الناحية التنظيمية، من الناحية المادية. احنا ما ناش ضد فكرة أنه اللاعب الجزائري يذهب للدوريات الخارجية، هذا أمر مفروغ منه. تحدث عن المستوى؟ نحن سنتحدث عن المستوى. شيخ سامير حوحو، انت ذوك نعطيك مثال بسيط. مثلا فريوي الموسم الماضي كان هداف فريق مولودية الجزائر، أحد أفضل الأندية في الجزائر. كان يلعب في المنتخب الوطني محلي. للمحليين اللي كان بصدد، يعني فريوي لو واصل مشواره في البطولة الوطنية كان سيلعب نهائيات كأس أمم إفريقيا مع مجيد بوغرة بنسبة كبيرة. تاع المحليين. كان في بعض الأحيان فريوي لو تتذكر سامير مثلا، أعطينا مثال بفريوي، في بعض الأحيان كان فريوي حتى سمعنا في بعض الأحيان أنه يجب أن تمنح له الفرصة في المنتخب الأول، خاصة في بداية الموسم لو تتذكر الموسم الماضي لما سجل 5 أهداف في مباراة واحدة. فريوي في نهاية المطاف يذهب للدوري البحريني وليس لفريق كبير في الدوري البحريني، ذهب لفريق ليس المحرق البحريني أو الريفاع، أو ذهب لفريق توج بكأس البحرين الموسم قبل الماضي، وهو ليس بالفريق الكبير وتوج هذا الموسم من ضمن بالكأس الممتازة البحرينية. يعني لو نقارن أنا فريوي نشوف باللي المستوى تاعه قادر يروح أنه أبسط حاجة يلعب في الدوري مثلا الدوري السعودي في مستوى أكبر في الدرجة الأولى السعودية، يلعب مثلا في الدوري الإماراتي الدرجة الأولى، يلعب في الدوري القطري في الدرجة الأولى. يعني كي تروح مثلا الدوري البحريني ماشي يكون عندك هدف رياضي. ما نشاطركش أنا في هذا الموضوع، ما نشاطركش باللي مستوى تقارن في مستوى البطولة تاعنا، مستوى بطولة الإكسيلونس تاع السعودية وتاع قطر، راك غلط. بعد بزاف حنا وني لوا كيف. بصح انا قارنت لك، لا يعني مانيش يكون جميع الفريق مستوى بالكل، يعني نقارن لك لاعب فقط، يعني يكون جفريوي بالمستوى هذا. يعني اذا كانوا يديوه السعوديه علاش ما يديوهش؟ على ما يتهدفوش عليه. معنا انت تشوف في فريوي سيفريسان بوني ليمو دي شامبيون لا ليغ مثال فقط، هو العديد من اللاعبين. كاين بن سايح، كاين بن سايح هذه جوار اللي كان قائد في فريق شبيبه القبائل، لما ذهب من فريق شبيبه القبائل ذهب للدرجه الثانيه السعوديه. لي بون جوار، لي بون جوار تاع الشامبيون تاعنا. عزي لاعب شاب، عزي لاعب شاب في نصر حسين داي. في نصر حسين داي كان صعد بقوه، يعني قادر يلعب في البطوله ما يقدروش يلعبوا فيها، راح يلعب في الدوري الكويتي ما يقدرش يلعب في البطوله اللي راك سميتهم لي ليكسيلون سام. ما يقدروش مستوى انت يجيو لي غران جوار، يجيو بروفيسيونيل، يجيو في المستوى في الدوري السعودي والقطري والاماراتي، ما يديوش تاع الشامبيون تاعنا. احنا الشامبيون تاعنا متوسط عبد النور، نكذبوا على بعضنا؟ لا متوسط. سي 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 لو موان موفي في الشامبيون باغ اكزومبل، كي تشوف فريوي تاع يلعب سي لو موان موفي افونسون سي با ايه، في احترامنا لفريوي يعني يفهموني المعنى نتاعي، فهمت كيفاش؟ الشامبيون تاعنا لي موان، انا نشوفو انا نحلو مقابلات ولا نشوفو ما كانش لو نيفو تاعنا هبط وكثرت غير المشاكل. لو جوار سور ايفولوي، يعني القيمة تاعو السوقية أكثر من الأداء تاعو. مانيش نحسدو في اللعابة ولا كل وقت ووقت ماذا بينا، ولكن كي تدي 200 ولا 300 مليون ماذا بينا نشوفو نيفو أحسن تاع 200 و 300 مليون. وهذا بعد ترجع عبد النور لاباز، واش هي لاباز؟ التكوين، لا فورماسيون. واش من كلاب يفرمي في الجزائر أبار بارادو؟ يقولوا لي واش من كلاب راه يدير عنده سياسة واضحة للتكوين كيما سياس بارادو الواضحه اللي راه يصدر في اللاعبين. يقول لي حنا اللاعبين تاعنا يلحقوا سينيور بالموهبه بالفطره، واش تخدم فيهم بعد كي يوصل سينيور 22 23 24، واش تخدم فيهم؟ لا باس ما دارهاش. كاين لاعبين شيخ، كاين لاعبين راحوا من البطوله الواضحه. كاين سيف ميثا، نعطيك مثال شيخ، بن دبكه راح من فريق مولوديه الجزائر صح، فريق الفتح السعودي. الفتح السعودي يلعب في دوري روشن، هما دوري ممتاز يعني الدوري الممتاز.
يلعب في الدوري الممتاز وفي فريق من افضل الفرق صح. يعني الفتح يفوز حتى على الفرق الكبيره يتعادل مع النصر تاع كريستيانو رونالدو منذ اسابيع فقط ويلعب بانتظام ومن بين افضل اللاعبين في الدوري السعودي وفي فريق عندنا ايضا حتى الحارس زغبه اللي اختار الشافعي ايضا فيه لاعبين عبد الله حتى كي كان هنايا بالدكا كان من افضل اللاعبين لا عبد النور ولو ثبت المستوى تاعو وبالعكس زاد اكثر شوف فيه لاعبين يعني فيه لاعبين صح كانوا ثابتين هنا في المستوى في البطولة الوطنية بمستواه راح عبد النور ليه خلاو اسمهم وحافظوا على اسمهم رغم انه كان كما قال لك كان العكس رغم انهم كانوا قادرين حتى يروحوا لاوروبا ولا يروحوا لفرق واحدة اخرى لكن كاين الدوريات الخليجية انت لما تروح يعني اي مكان حتى في الشغل تاعك في المدرب حوحو دوكا مع احترامنا فريق مولودية العلمة يروح للعلمة يسلك هذا الفريق ويخليه له يعني الورقة البيضاء باش يكمل معاه الموسم الماضي راح يرتاح حتى يجيوه يعني اتصالات من فرق واحدة اخرى تلعب ممكن الصعود لا تلعب على المراتب الاولى كاين يعني يرتاح لما يرتاح بالك ويرتاح ضميرك وتكون مرتاح في اي مكان يعني بشهاده كل من كان وما زال متواجد في الدوريات الخليجيه انه مرتاح من كل الجوانب علاش ما نروحش تلقى تا يعيط لكن يا سامي يعني عبد النور فين الجزائري ما لازمش يحقر روحه ما يحقرش روحه لكن عبد النور لا 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 لا, لا شيخ اسمح لي دقيقه كلام لا لا عبد النور شوف مش حاب يروح هو للمستوى هذاك سامي علاش ما هضرت عليه مش حاب يروح ماهوش قدو بصح يروح اللي جا راح عليها قال لك عليها سامي ما يلقاش ممكن تقول لي انا نريحنا نريح في البطوله الوطنيه المنتخب الوطني ما راحش نشوفه كحش عليه خلاص المنتخب المحلي يا باش تشوف يرحم كيف باش تعيط لك يعني باش تقدم المشوار اللي راك ديرو مخططو باش تولي لاعب كبير هذه ممكن راح رجلك وممكن يجيو يسبوك تكون شويه مورال ايام الماتش الجاي تفوت اوت فوت جو تلعب رون بلاص ومن بعد شي يعيط لك كونفوك كما حنا جوار تاع الجزائر شي خاوي يعرفهم مليح مورال ضعاف ذهنيا ينحيه ماتش يلعبوا في الشوط الثاني ماتش الاخر يحطوا في 18 ماتش الاخر ما يحطوش كاع الجوار ما يزيدوش كاع نسمعوا به فيه لاعبين بطوله الوطنيه يبداو الموسم مليح ينهاو الموسم ما كاش يبدا ينهي الموسم هذا العام مليح العام الجاي يروح لفرق واحد اخرى نتحدثوا على فيه لاعبين عبد النور هنا في الدوري الجزائري نجيبوهم من 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 فرق واحد اخرى تسنيلو غير في المولوديه برك يلعب الجيم ما يزيدش تسمع باسمه فهمت حنا ان اللاعب تاعنا ماهوش مامم قدراته انا اخويا عندي مستوى تاعي ثابت ما زيد سميه شكون في اللعب بالبطوله الوطنيه راهو يخمم على مشواره الكروي كاع ما يخمم على الدراهم ويخمم على مع احتراماتنا لهم يخمم ما ندير تاويل وندير هذا الشيء اخويا انا نروح ندير تاويل ليه هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل بروتيليس الجمال للكل زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر